كبيره امام الوداد اللي حتى هما داروا محاولات كثيره. اللي استغربت ليه هو الاصرار ديال جوج الحوايج، اصرار ديال عطيه الله بانه يكون في ذاك البوش وما كاينش، وعندك بوسوفي اللي كان مالك واللي دخل وعطى الاضافه وهو اللي ساداك. والحاجه الثانيه كيف سمع المترجي، حنا قلنا خصو يلعب ولكن من مده طويله ما لعبش، تلعب تيتيلير ما كانش خايب، وعندك لاعبين واخا ما كانش خايب ولكن راه ما يمكنش من غياب طويل تقدر تسبب ليه في بليسير ويلاه ترجع تعطيه وراجع الاصابه وتلعبوا تيتيلير. لحاجه اخرى ممكن يكونوا عطيه الله في ذاك المكان ما كيعرفش يقلب، ما يقدرش من اليمين يقدر يقلبها لان ما عندوش رجله سريعه باش انه يقلبها ويدير واحد السونتر، في حين كان بوسوفيان جالس في البونتوش واونيزم جالس في البونتوش. انا كنستغرب كيفاش انك يدير عطيه الله في ذاك المكان عوض انه يكون تروا، هو ملي كيكون في المكان ديالو راه كيزيد ومن تما عنده لي روبير باش انه كيعطي دي سونتر اللي هما مزيانين من ذاك البوست اللي كيحطوا فيه دابا راه كيقتلوا. لا هو هاد القضيه ديال التغيير من اتاكو وعندك لي زاتاكو غريبه، هو غبر المنتصر الحتيمي اللي على حسب ما سمعنا بانه ما راضيش على انه يتم ابعاده من المباريات، ما عجبوش شحال هو اللي جاي يدير عام، ولكن كان اعتقد بان شيخ شيخ المدربين عارف اش كيدير، ما ظنوش بانه هو اللي معروف ولا عارف التكتيك هو اللي كان جاي سلبيه بحال اللي داير كيتعدوا الموسم الماضي، ولكن هو ما تتعداش ومعروف عليه ما تتعداش، معروف مدرب كبير مدرب ديال الالقاب، هو عارف التكتيك ديالو عارف النقائص. نتمنوا حنا اهم حاجه ما نساوش حتى اولمبيك اس في قد مباراه كبيره، حنا بغينا نشوفوا بحال هاد المباريات في الدوري ديالنا تيكونوا اهداف، يكون نتمنوا هذاك انا اهم حاجه هو يرجع هذاك الريتم، نشوفوا اهداف نشوفوا نتمنوا ان شاء الله باش في المرحله ديال في المرحله الماجيه ان شاء الله باش الاياب باش ان شاء الله يرجع المستوى ديال البطوله. هذاك الشيء هو اللي غادي يخلي اللاعبين باش كتشوفوا بواحد الريتم حد الاربعاء حد كما قلت لك، ماشي بحال الصعيبه تلعب 20 يوم تلعب مقابله وتطري 20 يوم تعاود 8 ايام ما صافي شفت في الريتم شفت الريتم ما كتشوف حتى بعض الماتشات كتشوف تقدر تفرج ما تفرج في واحد 15 دقيقه كتجيك المباراه بحال ممله، لا بالعكس ملي كتكون واحد الريتم نتمنوا ان شاء الله باش ترجع رشي السنه الماضيه ولا قبل السنه الماضيه راه مرة الله واخد الريتم راه ما لعبناش ماشي هاد الاحساس ما لعبناش ما كاين والو لعبوش ما كاينش. برافو السؤال انت هما اللي داروا ماتش حيت الجيش داروا ماتش كبير وكانوا متقدمين بجوج المرات في النتيجه يعني نتمنوا الاياب ان شاء الله باش يرجع هذاك الريتم. انا تكون متاكد الاخ امين الا ولات اللاعبين كيبغيو يعطيو مجهود كبير، راه اللاعب ملي كيشد الريتم ماشي بحال يلاه تطريح ليه بحال تيطريح 20 يوم بحال غير بريباراسيون، يعني اللاعب تيفقد هذاك الريتم ديالو اللي تيكون واحد اللاعب متالق وكيسجل ماشي بحال اللي تيسجل كل اسبوع وتجي انت تبركو 20 يوم، يعني ما كيبقاش في داك نفس العطاء ديالو. ولكن المشكل اللي غادي يكون هو انه بالاضافه الى هذا الريتم اللي كان مهرس وكاين الاضرابات كاين كاس افريقيا، يعني شوف دابا اللاعبين شحال غادي يبركو بلا منافسه، تصور دابا اللاعبين ديال مثلا طنجه ولا المحمدي اللي ما كيدربوش ولا برشيد ولا هادو اللي كانوا كيديروا اضرابات شحال باركين كيجيو يلعبوا غير مباريات، ومن بعد غتريح تقريبا واحد الشهر ونص في كاس افريقيا ما غاديش تلعب، فراه غيكون مشكل كبير باش ان الا ما ردوش البال ورجعوا من الاضرابات ورجعوا كيدربوا بواحد الجديه باش انهم يوجدوا لا فاز ديال الروتور، غيكون مشكل كبير باش ان تجير ايقاع باش دير ايقاع لان غيكونوا مباريات متتاليه في يعني في الشطر ديال الاياب، بالتالي بحال اللي شفنا دابا ان شاء الله نفوز بكاس افريقيا اخويا ان شاء الله يا خويا امين من هذا البلاطو ان شاء الله نفوز بكاس افريقيا في مرحله الاياب غيكون ان شاء الله خير. انا جاني الكراكي ولكن يمكن وكان بيناتي ضاع ديال الشرقي البحري وتناقش كيفاش جبران عطيه الله وهاد اللاعبين كلهم عندهم تجربه في الوداد والنجم اللي بغيتي خلاو البيناتي وخلاو الشرقي البحري اللي هو لعاب ماشي في مرحله الثقه ماشي في مرحله الثقه نهائيا وكدار عليه لي ترول و يعني السيد ماشي مرحله الثقه وتعطاتو بيناتي فوق تحسس الوداد كتقدر تماركي فيه وتقدر من بعد الله اعلم قدر الله سبحانه وتعالى، ولكن راه كره القدم هذه هزيمه اذا ما تظن بلي عبو سير المقابله بطريقه ممتازه اذا قارنا نوعيه اللاعبين. هذا شوف انا دائما كنقولها زكريا عبو بغى يكون من احسن المدربين في الدوري الاحترافي لان واحد السيد اللي كيموت على الكره ومدقوقه فيه كما كنقولوا البرد الكره واستفد كثير في هذيك ست سنوات ولا سبع سنوات اللي دوز مع يعني الاداره التقنيه
مع سي ناصر لارقيت ومصطفى مصطفى مديح يعني استفد كثير، وحتى التجربه ديالو مع السوان كانت تجربه ناجحه بالنسبه لي انا، مني خدا الفرقه وشفنا كيفاش كبلات كتلعب والاسلوب ومنظمه وداكشي. فمني مشى الفريق اللي عنده افكتيف بضل من الافكتيف اللي كان عند السوان، حنا كنشوف ربح الجيش المباراه السابقه، واليوم يعني انتصر على جوج الانديه ديال المقدمه، وكان يعني التعادل مع الرجاء حتى الاخر، يعني كان ممكن انتصرت على فريق رجاء الريدي اللي ما تعادلوا حتى مباريات كبيره مع الفريق. فثلاثه الانديه اللي كنقولوا كتنافس على اللقب كلهم دار معهم مباريات اللي هي في المستوى ودار معهم نتائج. امتى ما دارش نتيجه مع خسر مع بركان؟ علاش؟ لان هذا المشكل كان تيوالي، كان جالس واحد المده طويله وبركان اللاعبين فما كانش الريس. فكنظن انا زكريا عبد الدار المباراه بواحد الشكل كبير، عارف بانه ما غيقدرش هو اللي يتحكم في اللعب، الكاليتي ديال اللي كاين عند الوداد والرغبه ديال الوداد انها تنافس على اللقب وانها تحقق النتائج، فمشى في لي كونتر سجل الهدف الاول. سي فري كان فوت لان اللاعب جر جبران قبل من انه يدير هذاك، ثم جا الهدف الثاني عن طريق كونتر اللي كتشوف، وقال الحاج قبيله هو انك تشوف الوداد كدير يعني سميتو كطلع بالبلوك وما كاينش واحد اللعاب اللي كيدير القراءه باش انه يتهرس لورجو، خصو يكون في لا كوفرتير باش انه دارت في الاول باش تمارك البيت، وشكون اللي هرس عاوتاني لورجو؟ هرسو عطيه طلع واحد من اللاعبين اللي عندهم تجربه، فاش يخرج يخلي اللاعب في لورجو مشى معاه وهرس لورجو. من نظرتي ملي كيطلع الفوق راه ترينا معاه تيوصل اللعاب هذا الميليو تيرا، وهذا ملي كتضيع الكره خصو يرجعوها الفوق بسرعه. ولكن راك شتي الباس منين مشى؟ راه الباس مشى من اليسر تعطات اليمين مشى سجل الهدف، معناه بحال ما كانوا ساهين اللعابه ديال الوداد. ولكن على العموم دار اولمبيكاس في دارت مباراه كبيره امام الروح الرياضيه، لان الجماهير كانت كتريح في القرب من بعدياتها وكتكون روح رياضيه. نتمنوا لان كتبقى مقابله ديال كره القدم، اللاعبين تما تيكونوا اصدقاء رغم تتكون منافسه شريفه. نتمنى ان شاء الله باش تكون دائما روح رياضيه ومقابلة ديال كرة القدم في نتيجة ديال الفوز التعادل الهزيمة، اللاعبين اللي كيحملوا هذاك القميص خصهم يعطيو كل ما عندهم. نتمنى باش تكون مقابلة إن شاء الله كبيرة، واللي غيلعب مزيان أنا بالنسبة لي رجاوي غنبغي فريق الرجاء يفوز، ولكن تكون روح رياضية والدور مقابلة إن شاء الله. وحيد شوف أنا كنظن بأن حتى الاختيارات كتلعب دور، ربما الا غتقول اليوم بوفال غتقول بانها كانت عنده ربما اصابه ويلاه راجع، يعني سفيان خايد يعني لو ريتم ديالو وكيقدم مباريات الكبيره وكذا، ولكن كتبقى عاوتاني مساله ديال الثقه، واحد اللاعب اللي كان مع الجروب واللي عاش مع المجموعه واللي عطى في كاس العالم، فبغاو يدركراكي يخليه مع الجروب باش انه يكون في المستوى. فكنظن بان يعني سفيان اللي داكشي اللي خصو يديرو راه كيديرو فهاد النيفو اللي كيلعب فيه مع العين، لاعب حاسم، لاعب مهاري، لاعب اللي عنده يعني اي مباراه كيدخل الا وكيسجل ولا كيعطي اسيست ولا كيكون هو اللي كيهز الحمل كما كنقولوا، كيعطي يعني كيحقق يساهم في الفوز ديال الفريق ديالو. ولكن كما قلنا كتبقى الوليد الاختيارات ديالو هي هادي، كيشوف ربما لاعبين اخرين في النيفو اللي كيلعبوا في اوروبا افضل من سفيان الرحيمي، وان كان في افريقيا كتحتاج اللاعب اللي يكون دوز افريقيا مثلا رحيمي دوز لاكاف مع الرجاء عاش الاجواء الافريقيه، ربما التجربه ديالو كانت ممكن تفيد، ولعب حتى في لاكان اللي قبل كان حاضر مع خالي في الكاميرون. فكنظن ربما المنادات عليه بالنسبه لي انا بالنسبه لي تكون مزيانه انه يكون حاضر مع يعني المنتخب الوطني. ولكن كما قلنا اختيارات ديال وليد بالانجاز اللي دار، ولينا يعني عندنا الثقة كاملة في الاختيارات ديالو، وعندنا يعني الثقة الكاملة حتى في الأسلوب باش كيلعب. فاحنا اللي علينا أننا كندعموا المنتخب الوطني ونتمناو أنه يكون في المستوى إن شاء الله باش يحقق اللقب. وسفيان عنده لي كاليتي باش يلعب فرق كبيرة، سفيان الشغال إن شاء الله غادي يوصل للمبتغى ديالو. ولينا صعب لأنه هو كيشد واحد 120 مليون في الشهر، فشكون الفرقة في أوروبا اللي غتجيبو تعطي هذا المونطا؟ خاصها تخلص فرقته هي الأولى اللي شاريها من الرجاء تقريبا 2 مليار و800، دونك خصها تخلصوا على الاقل بواحد 3 مليار على الاقل، وتعطيه يا ما يعادل يا ما يفوق. شكون هي الفرقه اللي واجده في اوروبا؟ فرنسا